ودستوريا ما فيش حاجة دستوريا اسمها وفقا وزارة أعلام وكان لابد من ذلك، ولكن للمواد 211 إيه اللي جاي بقى؟ و212 و213. يمكن كانت المشكلة بس الوحيدة اللي قابلتنا في الفترة الأخيرة هي إن يعني من قاموا على شؤون الإعلام في الفترة الأخيرة، يعني إحنا بنسمع عن إلغاء وزارة الإعلام دي من بعد 25 يناير، وفي إحدى الوزارات تم تشكيلها ولم يكن وخلت من صحيح وزارة ورجعت الإعلام تاني. وأسندت إلى رئيس الاتحاد زي الفترة الحالية ديت، وبعدين أعيد تاني وزارة الإعلام. فهو يعني المشكلة بس عندنا إننا دايما بنتحرك في الوقت الأخير، يعني بعد ما نلاقي إن إحنا لا لازم نلغي، كان مفروض إنه يتم اتخاذ خلخلة للكيان ده، ويعني انتقال بحيث إن الانتقال يبقى تدريجي أو يعني تمهيدي. فكان من يعني كنا بنسمع دايما مع كل وزير إعلام إن ده هيكون آخر وزير إعلام، وكان مفروض نقل يعني المؤسسات بسلاسة من ده لده. لكن عموما يعني بغض النظر، كلها شهور بسيطة بتفصلنا عن مجلس الشعب المنتظر إن شاء الله، واللي المفروض إنه هيحط الآليات والقوانين اللي يعني ازاي بتطرح شايفاها رؤية. هتمشي ازاي؟ يعني شايفه مجلس الوطني للاعلام ده هيبقى عامل ازاي؟ وازاي يجمع بين الاعلام الخاص والاعلام العام؟ وازاي اصلا هيبقى في حاجه اسمها اعلام عام؟ يعني هو مش عايزه اقول حكومي، اعلام دوله اساسا يعني. وفق اعلام شعب وليس اعلام حكومي. اعلام دوله يعني. وفقا للتصور الموجود في مواد الدستور، المقصود بالمجلس الاعلى اساسا للاعلام هو اداره الاعلام الخاص بالشعب او اداره الاعلام الخاص بالدوله، ده اساسا اللي هي الكيانات الصحفيه والكيانات الاذاعيه والتلفزيونيه التابعه للدوله، ده اساسا يعني المتصور يعني او اللي انا اتصوره انه يكون المجلس الاعلى للاعلام. طبعا هو مفروض هيكون تابع ليه هيئه للاذاعه والتلفزيون، وهيئه خاصه بالصحافه المطبوعه، وهيئه خاصه بالصحافه الرقميه او بالانترنت. يعني اتصور انه يجمع ما بين يعني نوعين من الشخصيات، ما بين المهنيين الذين يمتهنون مهنة الإعلام، ومن الأكاديميين الذين يدرسون الإعلام، وعدد من الشخصيات العامة. وأتصور أنه البرلمان مفروض أنه هو بيرشح أو يعني بيختار من هؤلاء الشخصيات، مع تمثيل طبعا للنقابات زي نقابة الصحفيين زي نقابة الإعلاميين، مع تمثيل أيضا أتصور أنه من المهم أن يكون في تمثيل اقتصادي لرجال الاقتصاد ولرجال القانون، لأنه له يعني مفروض أنه هذا الكيان يكون في يعني جوانب تشريعية على أن يكونوا مستقلين سياسيا ولا يتبعون لأي جهة سياسية. بالضبط، هو حضرتك الفكرة. طب وتمويله يعني؟ ما هو خلي بالك حضرتك اللي نتكلم فيه دي بقى نقطة مهمة. يعني الإعلام مكان وزارة، هو كان يقال أنه كان تابع لأنه كان ممول من الحكومة. دي النقطة المهمة قوي اللي هي أنه يعني نتوقع إن شاء الله أو نأمل أن المجلس الأعلى للإعلام يفصل ما بين الملكية والإدارة. يعني احنا عايزين الدولة تمول الإعلام، الدولة وإعلام الشعب. هو الدولة مش بس بتموله، وكل الشعب يمول هذا الإعلام أيضا. صحيح. هي المشكلة مش جاية في تمويل، ما فيش دولة تترك الإعلام الخاص بتاعها وأولويات أمنها القومي للإعلام الخاص، يعني لازم الدولة تمول. هي المشكلة الرئيسية أن الدولة يعني في مقابل التمويل تضع يدها على الإعلام. فإحنا عايزين نفصل إيد الدولة عن الإعلام، ونفصل أيضا ايد القطاع الخاص عن الاعلام الخاص. يعني الدوله تمول لكن اللي لا تدير يديرها هيئه مستقله. بالظبط، تديرها هيئه عامه بفكره الهيئه العامه الموجوده في هيئه الاذاعه البريطانيه. ترسم لها سياسه مستقله وتكون مسؤوله عن سياسات. المبدا ده مهم قوي في فصل الاداره عن التمويل، سواء بالنسبه حضرتك كده بتحرري الاعلام الشعب، يعني بتفق تماما طبعا مع استاذنا في المصطلح، انه بتحرري إعلام الشعب من قيود الحكومة والسلطة، وأيضا الأحزاب السياسية وأيضا تحررين الإعلام الخاص لو انطبق هذا المفهوم بالمثل من القيود الاقتصادية، لأن الإعلام الخاص مشكلته الإثارة. أنا عايزة جهاز هيبقى تابع. يعني حضرتك شايفة أن ممكن الإعلام الخاص يكون ليه علاقة بهذا المجلس بشكل ممكن تشكيل برضو هيئة على غرار ذلك؟ هي الأمور مش واضحة شوية في الجزئية دي، بس حتى لحفظ حقوق العاملين بالقنوات الفضائية الخاصة من أصحاب هذه القنوات من رجال أعمال وخلافه، لأن أولا تنظيم العلاقات هو يضمن حقوق العاملين في القنوات وبين القنوات وبعضها. نعم، يعني حضرتك لو سبتي الإعلام الخاص لمبدأ الربح والخسارة فهو أيضا يدمر المجتمع، لأنه هيكون عامل زي التابلويد أو زي الصحافة الصفراء بالفعل. وحاصل. فبالتالي الإعلام الخاص أيضا يحتاج إلى تحرير من إيه؟
التحرير من السلطة الاقتصادية، من ضغوط السلطة الاقتصادية عليه، يلتزم. يعني احنا ما بنقولش انه حقق خسارة، لانه برضو انا عايز اقول على حاجة، الاعلام الخاص والاعلام الدولة واعلام الشعب الاثنين جناحي المنظومة الاعلامية. يعني احنا عايزين اعلام قوي، عايزين اعلام مصري قوي بشقيه الاعلام الشعب او اعلام الدولة والاعلام الخاص. عشان يكون الاعلام الخاص قوي يبقى ايضا محتاج انه ترتفع عنده اسس المهنية والاخلاقية عن الهدف بتاع تحقيق الربح، يحقق ربح ولكن في اطار الالتزام بالمهنية والأخلاقية. لأنه في كثير من المنادين في الإعلام الخاص يقول لك لا أنا مدام عندي أموالي وأنا إعلام خاص أنا ملتزمش. أنا ضد هذا المبدأ، لأنه حضرتك إحنا بنعيش في دولة واحدة، ما ينفعش كل واحد معاه فلوس يطلع قناة فضائية ويقول ما يريد. صحيح. فيهدم في المجتمع. لا، يعني نريد أن مثلما تأخذ الحقوق الإعلام الخاص يأخذ الحقوق أيضا، لا يجب أن يترك الإعلام الدولة كي يذبح لوحده وأقول له أنت اللي فقط تلتزم. ده ما ينفعش يعني وفق المعايير منطقية. طيب أستاذ محمد، لو إحنا عندنا سلبيات بشكل عام، الإعلام بقى المصري بشكل عام، إيه أهم السلبيات حضرتك شايفها وإزاي نتلاشاها في الفترة اللي جاية؟ أنا برضو عايز أقول يعني كلمة الحقيقة، الواحد زي ما الدكتورة كانت بتتكلم إنه الضمير الوطني بيقول إنه في حاجة اسمها أمن قومي، في حاجة اسمها إن إحنا ممكن نكون في فترة مرحلة معينة في خطر، محتاجين إن إحنا يبقى رسالتنا الإعلامية ليها شكل معين ما بتتعداش الخطوط وهكذا. ولكن في نفس الوقت في ناس كتيرة بتفسر ده وكأنه نوع من التبعية مرة تانية، إن إحنا رجعنا تابعين مرة تانية للحكومة، تابعين مرة تانية للسلطة، بناخد أوامر وبناخد تعليمات، وده غير موجود. هو ده ليه علاقة بأنه إحنا عندنا مشكلة في البلد، فكل الناس عندها إحساس وطني مش أكتر من كده. صحيح. أنا مش عارفة إزاي نفهم الناس أو نوصل للناس قضية أنه ده ما بيحصلش حاليا. مبدئيا احنا بنتكلم في الاعلام العام. نعم. فكره الاوامر والتعليمات والكلام ده ما بيحصلش، واي حد مذيع او كذا بيتكلم ما بيشكرش في الحكومه عشان زي كلمه الدرجه بيطبل وكلام ده، ولكن هو في النهايه شايف انه دي حاجه كويسه يقولها، مصلحه البلد يقولها، ليه لا؟ يعني دعيني اخاطب المشاهد الكريم انه اذا مرت ازمه مثل التي مرت بها مصر في الولايات المتحده الامريكيه، وهي من يقولون انها اعتى نماذج الديمقراطيه في العالم، ماذا سيكون تصرف رئيس الدولة أو رئيس السلطة التنفيذية؟ سيصدر تعليمات وقيود حفاظا على الأمن القومي وحفاظا على الدولة وعلى كيان المجتمع الأمريكي. مصر تمر بمرحلة دقيقة، ومن خلال هناك الكثير من السلبيات، ولكن ليس لا يعني ذلك تقييد الحريات أو كبت الحريات، ولكن الانطلاق المسؤول، الجميع مع الحرية. هناك الكثير من السلبيات سواء في الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع، يجب أن يتم التعامل مع هذه المشكلات بواقعية، لأن في النهاية هي جميعها منظومة واحدة متكاملة يجب أن تصب في خدمة المجتمع بصفة عامة. المجتمع القوي محصن، سواء هناك العديد من الأخبار والإشاعات، ولكن هناك مصادر يعول عليها المشاهد أو القارئ، وهناك مصداقية كما سبق وأن ذكرنا. بالنسبة للسلبيات، السلبيات الآن موجودة سواء في الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع. العديد من المؤسسات الصحفية في حالة شلل تام وعجز. هناك انتشار للشلالية والمحسوبية واختيار القيادات دون أي معايير. هذه المشكلات يجب أن تنتفي وتنتهي، لأنها إذا استمرت هي كما سبق وأن قلنا الإعلام الآن أصبح أمن قومي. بمعنى أصح، نحن بحاجة إلى تصعيد الكفاءات، من يؤمنون بهذه المهنة، من يؤمنون بهذا الوطن. والمؤمن بالمهنة والوطن يعمل كل الأساليب الصالحة والجيدة بما يخدم المجتمع ويحافظ على الأطر القيمية والتنظيمية والمهنية. ماذا يمنع أن أكون مهنيا وطنيا أحافظ على قيم هذا المجتمع، أعتز ببلدي، أدرك وأعي الأخطار التي يتعرض لها البلد في هذه المرحلة، وأشارك في صنع مستقبل أفضل للبلد بعيدا عن المصالح الخاصة لهذا الحزب أو هذه الفئة أو تلك المجموعة أو هذا الشخص أو ذاك. دكتورة هبة، يمكن برضو من الحاجات المهمة جدا هو ما يقال عنه الآن الإعلام البديل، وده حاطط الإعلام كمان في محك جامد جدا، فكرة السوشيال ميديا أو الشبكات التواصل الاجتماعي اللي ممكن فعلا الخبر يبقى فيها قبل أي تلفزيون فيك يا بلد يعني. وللأسف شديد بعض الأخبار بتحرف، بعض الأخبار بتبقى إشاعات أو بداية إشاعات، بعض الأخبار مع سبق الإصرار والترصد
بيبقى بداية لإشاعة تنتقل حتى لكل التلفزيونات وبعد كده يبدأوا يعرفوا إنها إشاعة. يعني هو على قد ما هو في مميزات هائلة جدا اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا هو يمكن نقول أضر بالإعلام. والإعلام الآن أنا بقيت أحس إنه تابع للسوشيال ميديا، يعني بياخد منها، بيشوف بيتكلم عن ايه، بيشوف اهم حاجه بيقولوها ايه عشان يبدا يخلي الحلقه على الموضوع ده، بيشوف اراء الناس ايه، وكان المصريين في مصر كلهم قاعدين على تويتر وفيسبوك وكذا. حصر نفسه، يعني اذا صح لي ان اقول انه بقى تابع بشكل كبير ونغلق قوي على الـ يعني السوشيال ميديا. ازاي ممكن نتحرر كاعلاميين او كاعلام خاص وعام من 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 السوشيال ميديا ونرجع للمصادر الحقيقيه ونرجع للشارع بجد؟ طيب، هو مبدئيا يعني بالنسبه لشبكات التواصل الاجتماعي طبعا هو برزت قوي على الساحه مع 25 يناير يعني، وادت دور كبير في الحشد. لكن يعني انا وجهه نظري والابحاث بتقول ان ستيل التلفزيون بيعد الوسيله الاولى، لان حضرتك الشعب المصري نسبه كبيره تقترب من نصف الشعب المصري اميين، ونسبه كبيره ايضا من المتعلمين يعني لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا. فانا عايزه اقول رغم بريق شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت الا اننا في المجتمع المصري تاثيرها محدود. لو حقيقي يعني بصينا للموضوع نظره متانيه، انا لا انكر تاثير طبعا السوشيال ميديا، لكن تاثيرها واضح ليه؟ لانها في الفئات الاكتف او يعني الفئات النشطه اللي هم الشباب. لكن حضرتك لو يعني بصينا بصه سريعه كده على المجتمع المصري هنلاقي ان الانترنت رغم انتشارها يعني حتى الان لا يعني اعتقد انها لا تتجاوز نسبه مثلا 20% من المجتمع المصري. فستيل التلفزيون او الوسائل التقليديه هي الوسائل الاقوى لو اجيد استخدامها. انا بحمل نظره متفائله حقيقه تجاه تقييم، وانا سامع حضراتكم وانتم بتتكلموا عن سلبيات الاعلام المصري، بحمل او يعني في الفتره الاخيره انا بحمل نظره متفائله وشايفه ان اداء الاعلام المصري في تحسن الاعلام الشعب، وشايفه انه تغطيته كانت للانتخابات الرئاسيه الاخيره كانت جيده وكانت افضل من الاعلام الخاص، وده جه بتقرير اللجنه الخاصه بالرصد الاعلامي يعني اللي انا كنت احد اعضائها، وكان ايضا مطابق للتقرير الخاص بالاتحاد الاوروبي ان اداء القنوات الخاصه بتلفزيون الشعب. فده بيحمل نظره امل للمستقبل، واعتقد انه لو قدر التلفزيون انه يحافظ على المكانه دي، او يعني قنوات اتحاد الاذاعه والتلفزيون لو قدرت تحافظ على المكانه دي هتستعيد الاعلانات الاقتصاديه والامكانيات الاقتصاديه وهتستعيد المشاهد، لان المشاهد ايضا مل من كثره الصراخ والاثاره يعني هتلاقي معظم الناس كتير قوي تقول لك لا انا ما اقعدش بشوف البرامج بتاعه التوك شو دي لانه تعب. فيعني اعتقد ان الفرصه سانحه للاعلام المصري انه يستعيد مكانته ويستعيد قوه وجوده في الساحه، واعتقد ان هو كفء وقادر على ذلك بامكانياته البشريه. هو يمكن يكون بعض الامكانيات مع بعض الابداع ايضا، لانه احنا الامكانيات البشريه يعني في الاساس توظيف الكفاءات الاعلاميه هو الاساس لاي نهضه اعلاميه. يعني بس مع ان اذا كان عندنا مشكله شويه في الامكانيات، لكن مثلا في تنصيب الرئيس السيسي كان شكل النقل مبهر. صحيح. واحنا كنا نقل ده، احنا اللي كنا عاملين ده. هي الحقيقه كانت رساله رائعه، والبعض اشاع انها منقوله من قنوات خاصه. لا، احنا كنا عاملين ده وقد كده كان مبهر. صحيح. على الرغم من امكانياتنا القليله، وانتقلت هذه يعني الرؤيه وهذا الانطباع انتقل الى الجمهور. انا عايز اقول كمان ان التلفزيون المصري او قنوات الشعب يعني او قنوات الدوله استفادت اعتقد درس كبير قوي من 25 يناير. واعتقد انها لم تعد يعني أبدا تخالف إرادة الشعب، وأعتقد أنها ستعمل من أجل الشعب، لأن الشعب هو الذي يمول. فإذا وعت هذا الدرس جيدا أعتقد أنها يعني لن تسقط مرة ثانية ولن تتعثر مرة أخرى، وأعتقد أنها يعني حاليا بتمشي في اتجاه جيد، وأنها الأبحاث بتقول أنها بتجتذب مشاهديها مرة أخرى، ودي يعني بداية الطريق الجيد. وهناك نقطة يجب أن نذكرها، أن هذا التلفزيون هو التلفزيون الأب لجميع تلفزيونات المنطقة، وهو الذي وكذلك الإذاعة المصرية وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة المصرية، وهي التي خرجت جميع الكوادر وأعضاء القنوات الفضائية سواء داخل مصر وخارجها. كل المطلوب الآن من القيادات الإعلامية أو الصحفية أو أيا كانت الأسس التي تساتف توظيف أهل الكفاءة وليس أهل الثقة. البلد بحاجة إلى نهضة شاملة. الإعلام
يجب وينبغي أن يقود هذه النهضة من خلال تغيير الوجوه وتغيير الأفكار والانطلاق نحو المستقبل، لأن الإعلام ليس جريدة أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي، ولكنه كما سبق أن قلنا هو تنشئة سياسية، هو تنشئة تنموية للمجتمع كما صحيح. قالت الدكتورة الذي يعاني أكثر من 50% منه من البطالة والأمية وغيرها من المشاكل، العديد من المشاكل. الإعلام هو يجب أن يكون القاطرة، ولكن يجب أن يكون القائمون عليه واعون ومدركون لحضور الدور الإعلام. طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس، ميرسي جدا يا دكتور، والأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي بالأهرام، بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا، الموضوع مش موضوع مكسب وخسارة ولا بروباجندا ولا منشتات عريضة ولا ناس بتتكلم صوت عالي، احنا عندنا هنا المهنية الموضوعية الحيادية، ده التلفزيون المصري، وإن شاء الله إلى الأمام وبإذن الله هيعود المشاهد يتفرج على التلفزيون المصري بتاع الشعب. بعد الفاصل زميلي شريف والنهاردة بكرة.